بسم الله ربنا اجعلنا نقترب منك رويدا رويدا بإذنك فأذن لنا بالقرب يا قريب يا مجيب الدعاء. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حتى حد يجي يعاونكم تقول لي عنا من ينصرنا بنو صهيون اللي متمركزين في الأرض المحتلة فلسطين، قالوا أنا العالم كله في يدينا، احنا شاريهم بالفلوس، فلوسكم هو حرام يا كلاب، يا اللي ما تفهموا كل حرام، هذا الحلال ما يدورش بيدينكم بخالتكم. احنا عنا أقل إشارة جينا سحاري وبحاري العون والنجدة، هاني راهو بيكم النجدة قاعدة تجيكم، لكن جيكم من طرف ناس ليسوا بناس، بل أجبن الناس و وأكذب الناس هم الأمريكان في معظمهم، وهم أوروبا والكرب معه. مال أنت يا كبرة يا كرب، هاو تشوفوا بتاعكم لأعداء الرب ماذا سيكلفكم من عذابات يقذفها الرب على أسوأ خلقه الذين أساءوا إلى حبه الأول محمد عليه السلام، وفكروا في سجني، وفكروا في إخراجي، وفكروا في قتلي، وفي ثلاثة حالات نصره الله والله يعصمك من الناس، كما بشر مولانا حبه الأول محمد عليه السلام.